النور والضوء عندنا لها علاقة بثقافة متجذرة مثلا في الصحراء. أنا راشد الشاشعي، فنان فنون بصرية من المملكة العربية السعودية. معرض نور الرياض النسخة الأولى أنا شاركت بعمل باسم البحث عن الظلام، وفكرة العمل تدور عن كون ذيول المجرات أو النجوم اللي موجودة في ذيل المجرات دائماً حركتها الفيزيائية غير متوقعة ولا تنطبق عليها قوانين الفيزياء في الأرض. واحد من التفسيرات العلمية أو الافتراضيات أنه في مادة مظلمة تخلق حركة لذيل المجرات غير متوقعة، وهي دائماً الأماكن المظلمة الحركة فيها أو المعرفة فيها دائماً مظلمة، فإحنا نحتاج حالة التنوير دائماً للبحث في هذه الأماكن ولتنوير وإضاءة هذه الأماكن نستفيد منها. يعني معرض نور الرياض أنا كنت أقول دائماً حقيقي فكرة نور الرياض هي اقتناصة ثقافية فكرية مرة رائعة، لأنه النور والضوء عندنا لها علاقة بثقافة متجذرة مثلاً في الصحراء، فإيقاد النار مثلاً للاستضاءة وللكرم وللضيافة وللحديث مع الضيوف كان رمز ثقافي رائع جداً، ممكن يكون من خلاله مبدأ أو مبحث فني ثقافي، وفي نفس الوقت يكون من خلاله حالة تنوير ومعرفة للمجتمع للناس الزائرين، ويخلق هذا الجو الممتع ويتلاقح في مثلاً الفكر الأجنبي مع الفكر المحلي لإيصال أو للوصول إلى تجارب مرة رائعة من خلال الضوء. يعني أيضاً أنا أتوقع بأنه معرض نور الرياض في غضون 3 إلى 5 سنوات سيكون من أهم المحافل الفنية الثقافية المميزة والمختصة بالضوء في العالم، كانوا في منطقة يعني شغوفة اليوم بالتطور وعندها هذه الرغبة يعني في الوصول إلى مناطق مرة جديدة يعني على مستوى العالم.